السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم إلى النشرة الثامنة. أهلا بكم مشاهدين وتتابعون في النشرة. اجتماع الحكومة برئاسة الوزير الأول عبد العزيز جراد يدرس 7 مشاريع مراسيم تنفيذية تخص قطاعات المالية، البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، الاتصال والمؤسسات المصغرة. الفريق سعيد شنجريحة يجدد حرصه وعزم قوة الجيش الوطني الشعبي على مواصلة مكافحة الإرهاب حتى القضاء عليه حفاظا على الأمن والاستقرار عبر ربوع الوطن. وزير الشؤون الخارجية يدعو الاتحاد الإفريقي إلى تحمل مسؤوليته أمام التطورات الخطيرة التي يعرفها الوضع في الصحراء الغربية ومحاولة فرض سياسة الأمر الواقع على أراضي عضو مؤسس للاتحاد. وعشية الاحتفال باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، المجلس الوطني لحقوق الإنسان يقف عند مواكبة الجزائر للجهود الدولية لحماية هذه الفئة وترقية دورها في المجتمع. وزير الصحة يؤكد أن الجزائر تقوم بمتابعة كل المستجدات المتعلقة باللقاحات ويطمئن بأن كل الجزائريين سيستفيدون من هذا اللقاح، خاصة فئة المسنين وأصحاب الأمراض المزمنة. بداية، ترأس اليوم الوزير الأول عبد العزيز جراد اجتماعا للحكومة جرى بتقنية التحاضر المرئي عن بعد. وطبقا لجدول الأعمال، درس أعضاء الحكومة 7 مشاريع مراسيم تنفيذية قدمها على التوالي وزراء المالية والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاتصال، وكذا الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة. علاوة على ذلك، تم تقديم عرض من طرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. محاور الاجتماع يستعرضها وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة عمار بالحمر. قدم وزير المالية 3 مشاريع مراسيم تنفيذية. ينص المشروع الأول على إنشاء اللجنة الوطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل، ويحدد مهامها وتنظيمها وسيرها. يستجيب النص إلى معايير مجموعة العمل المالي غافي، ويترأس الهيئة المكلفة بالمهمة وزير المالية. ويشمل الهيكل المركزي لجنة فرعية أولى لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، ويترأسها ممثل عن وزير العدل، ولجنة فرعية ثانية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل برئاسة ممثل عن وزارة الدفاع الوطني. وتقوم اللجنتان الفرعيتان بإنشاء عدة خلايا عمل تقنية قطاعية. تتكفل اللجنة بدراسة وإعداد تقارير تقييمية لتفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة هذه الأشكال من الجرائم. يقوم رئيس اللجنة كل 6 أشهر بتقديم عرض حال للوزير الأول حول مدى تقديم المهام. يتناول موضوع النص الثاني شروط وكيفيات تنفيذ اعتمادات الدفع المتوفرة خلال الفترة التكميلية التي تخص التنفيذ المحاسبي للميزانية. يحدد المرسوم التنفيذي الثالث الذي قدمه وزير المالية، يحدد كيفيات تسجيل واستعمال الأموال المخصصة للمساهمات بعنوان البرامج المسجلة في ميزانية الدولة. تعتبر الأموال المخصصة للمساهمات تعتبر إيرادات إضافية للميزانية العامة للدولة ولحسابات التخصيص الخاص. كما ينص هذا المرسوم على كيفيات فتح الاعتمادات المالية الموافقة للأموال المخصصة للمساهمات والموجهة للتكفل بعمليات الاستثمار العمومي. وينص المشروع أخيرا على الخطوات التي يجب اتباعها في حالة عدم استعمال الأموال المخصصة للمساهمات بسبب التخلي الكلي أو الجزئي للعمليات التي وجهت إليها، وكذا كيفية التكفل بباقي الاعتمادات المالية.
ثانيا قدم وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قدم مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن الموافقة على تجديد رخصة لإقامة واستغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية الثابتة المفتوحة للجمهور والممنوحة لشركة اتصالات الجزائر شركة ذات أسهم. يتضمن المشروع بعض التعديلات بسبب التطورات التي شهدها التشريع والتنظيم المعمول به مع إدخال تكنولوجيات جديدة أو متطلبات الأمن العمومي وحماية المستعملين. ثالثا بالنسبة لقطاع الاتصال يهدف تعديل وتتميم المرسوم الذي يحدد القانون الأساسي للمؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي التيديا يهدف إلى استغلال كامل للقمر الصناعي الجزائري الكومسات 1 وتحسين استغلاله ومردوديته. لهذا الغرض يقترح تتميم أحكام المادة 7 من القانون الأساسي لمؤسسة تيديا لتمكينها من إبرام أي عقد تجاري بمقابل تقديم خدمة البث المباشر عن الأقمار الصناعية للخدمات السمعية البصرية. يندرج النص في إطار استراتيجية الاستغلال الأمثل للتسويق على المدى القصير والمتوسط والطويل للتسويق خدمات القمر الصناعي الكومسات 1 والانضمام إلى مسعى تعزيز السيادة الوطنية في قطاع حساس جدا. رابعا قدم وزير الأشغال العمومية مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات مراقبة حجم مركبات نقل البضائع ووزنها وحمولتها المحورية. يقتضي هذا الإجراء أهمية استراتيجية للحكومة في إعداد سياستها في مجال النقل. يندرج القرار ضمن إرساء مبدأ القانون المدني الذي يلزم أي شخص يلحق الضرر بالغير أن يدفع تعويضا سيما عندما يتعلق الأمر بممتلكات تابعة للأملاك العمومية للدولة. خامسا قدم الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة قدم مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم نصا يعود لسنة 2003 يحدد شروط الإعانة المقدمة للشباب ذوي المشاريع ومستواها. ترمي التعديلات المقترحة إلى إلغاء شرط البطالة لتمكين فئات أخرى من حامل المشاريع الاستفادة من المزايا التي يمنحها جهاز دعم تشغيل الشباب في إطار إحداث الأنشطة، خاصة الطلبة حامل الأفكار والمشاريع، الأشخاص ذوي الكفاءات والمهارات في مجال نشاطتهم. كما تشمل هذه التعديلات أيضا توسيع الاستفادة من المزايا التي يمنحها الجهاز في إطار توسيع الأنشطة لفئات أخرى من حامل المشاريع، على سبيل المثال أصحاب المشاريع الناجحة المستفيدون من جهاز الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، الفلاحين والحرفيين، الأشخاص الممارسين في مجال إنتاج السلع والخدمات. ويقترح المشروع مراجعة مستويات المساهمة الشخصية للشباب أصحاب المشاريع بالنسبة لجميع صيغ التمويل مع توحيد نسبة المساهمة الشخصية فيما يخص التمويل الثلاثي. يأتي النص بمستجدات أخرى من بينها إمكانية إعادة تمويل المؤسسات المصغرة المتعثرة بصفة استثنائية، إمكانية استفادة الشباب أصحاب المشاريع من محلات في مناطق نشاط مصغرة بصيغة الإيجار، تشجيع إنشاء تجمعات المؤسسات المصغرة، وتخفيض مدة تأجيل دفع القرض البنكي الأصلي إلى 18 شهرا عوضا عن 3 سنوات باستثناء المشاريع الممولة بصيغة التمويل الإسلامي.
تبعا لعملية البحث والتمشيط المتواصلة بمنطقة واد بوعايش قرب بلدية العنصر بجيجل بالناحية العسكرية الخامسة التي أفضت يوم أمس للقضاء على 3 إرهابيين واسترجاع 3 مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف وكميات معتبرة من الذخيرة، استشهد صباح اليوم الرقيب الأول للمايا سيف الدين إثر اشتباك جديد مع مجموعة إرهابية بنفس المنطقة. وبهذه المناسبة الأليمة يتقدم رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق سعيد شنقريحة بخالص التعازي والمواساة لأسرة الشهيد وذويه مجددا حرص وعزم قوات الجيش الوطني الشعبي على مواصلة مكافحة الإرهاب حتى القضاء عليه حفاظا على الأمن والاستقرار عبر ربوع الوطن. وفي السياق نفسه واستغلالا للمعلومات، أسفرت عملية تحديد هوية الإرهابيين الثلاثة المقضي عليهم من التعرف على كل من لسلوس مدني المدعو الشيخ عاصم أبو حيان الذي التحق بالجماعة الإرهابية سنة 1994 وكان مسؤولا عن منطقة الشرق ورئيس اللجنة الشرعية لأحد التنظيمات الإرهابية، وهريدا عبد المجيد المدعو أبو موسى الحسن الذي التحق بالجماعة الإرهابية سنة 1995 وكان مكلفا بالدعاية والإعلام لذات التنظيم الإرهابي. كما تم التعرف على الإرهابي الثالث المقضي عليه خلال العملية المنفذة بوادي بوعايش، ويتعلق الأمر بالإرهابي الخطير خليفي محمد المدعو عبد الحق زموري الذي كان قد التحق بالجماعة الإرهابية سنة 2001. في التعاون وبدعوات من وزير شؤون الخارجية صبري بوقدوم، يقوم وزير شؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لوجي دي مايو بزيارة عمل للجزائر يومي 5 و6 ديسمبر الجاري، وتندرج هذه الزيارة التي تعد الثانية في هذه السنة في إطار دعم أواصر الصداقة والتعاون بين الجزائر وإيطاليا. شارك اليوم وزير شؤون الخارجية صبري بوقدوم عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد في أشغال الدورة غير العادية 21 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي التحضيرية لأشغال الدورتين 13 و14 غير العاديتين لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الإفريقي المتعلقتين على توالي بمنطقة التبادل الحر القارية الإفريقية، وبموضوع إسكات صوت الأسلحة في إفريقيا المزمع عقدها يومي 5 و6 ديسمبر الجاري. بوقدوم وفي كلمته للمشاركين أكد أن الجزائر تسجل ببالغ الأسف تجدد بؤر التوتر المسلح في القارة الإفريقية، داعيا الاتحاد الإفريقي إلى تحمل مسؤوليته أمام التطورات الخطيرة التي يعرفها الوضع في الصحراء الغربية ومحاولات فرض سياسة الأمر الواقع على أراضي عضو مؤسس للاتحاد. في هذا الإطار يشكل الوضع في الصحراء الغربية خاصة التطورات الخطيرة التي شهدناها مؤخرا مصدر قلق كبير بالنسبة للجزائر، فبالإضافة إلى المحاولات اليائسة لفرض سياسة الأمر الواقع على أراضي عضو مؤسس لمنظمتنا أدت التجاوزات المسجلة على مدنيين في منطقة القرقرات إلى فرض تحديات جديدة من شأنها تقويض حالة السلم والأمن في المنطقة برمتها. يحدث هذا في وقت يتعرض فيه المسار السياسي للأمم المتحدة لحل القضية الصحراوية لحالة جمود غير مسبوقة أدت إلى تفاقم معاناة الشعب الصحراوي في ظل غياب أفاق مفاوضات سياسية جدية لمواصلة العمل لتمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره. أمام هذه التطورات الخطيرة لا يمكن لمنظمتنا القارية التي كان لها الدور البناء في إعداد واعتماد مخطط التسوية الأممي أن تظل مغيبة، وبالنظر للإخفاق الكامل لآلية الترويكا يستوجب على مجلس السلم والأمن الإفريقي تحمل المسؤولية الملقاة على عاتقه عملا بنص بروتوكول إنشائه.
تتواصل ردود الفعل الدولية المنددة بلائحة البرلمان الأوروبي حول وضع حقوق الإنسان في الجزائر، حيث أعربت الأمانة العامة لرابطة الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي أسيكا عن استنكارها الشديد ورفضها القاطع لمصادقة البرلمان الأوروبي على لائحة حول أوضاع حقوق الإنسان في الجزائر، ووصفته بالتدخل السافر في شؤونها الداخلية والذي ينم عن نزعات عنصرية تعود إلى الحقبة الاستعمارية، مؤكدة وقوفها الكامل مع الحكومة والشعب والبرلمان الجزائري، كما أعربت عن شجبها واستنكارها الشديدين لقرار البرلمان الأوروبي ورفضها القاطع لهذا القرار. كما أدان الاتحاد البرلماني العربي اليوم اللائحة الصادرة عن البرلمان الأوروبي يوم 26 نوفمبر المنصرم بشأن وضعية حقوق الإنسان في الجزائر، واعتبر أنها لا تعكس الواقع الموضوعي الذي تعرفه الجزائر. وجاء في بيان صادر عن رئاسة الاتحاد أنه تابع صدور لائحة عن البرلمان الأوروبي حول حقوق الإنسان بالجزائر، والتي لا تعكس الواقع الموضوعي الذي تعرفه الجزائر الشقيقة من ترسيخ ديمقراطي واحترام لحقوق الإنسان والحريات وتعزيز استقلالية القضاء. وذكر الاتحاد البرلماني العربي بأن ما يتم من إجراءات في الجزائر الشقيقة تتمثل في الانتقال السلمي للسلطة واحترام الدستور، كان مثار احترام العالم أجمع. هذا وأدان الاتحاد أي تدخلات في الشؤون الداخلية للدول العربية والمساس بسيادتها، مما يشكل إخلالا بقواعد التعاون الدولي القائم على مبدأ الاحترام. من جهته أكد أمين مجلس الشورى الاتحاد المغربي العربي سعيد مقدم اليوم أن الجزائر تتعرض لحملة كولونيالية شرسة، وذلك لابتزازها سياسيا واقتصاديا، مؤكدا رفض الجزائر أسلوب الإملاءات وتلقين الدروس. جاء ذلك في تعقيب على لائحة البرلمان الأوروبي حول وضع حقوق الإنسان في الجزائر، واعتبر أن اللائحة تطاول على سيادة دولة مستقلة وخرق صارخ للعلاقات الدولية المبنية على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. جدد رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري خلال ندوة صحفية نشطها اليوم دعوته إلى عقد اجتماع للبرلمان لمناقشة تداعيات اللائحة الصادرة عن البرلمان الأوروبي بخصوص حقوق الإنسان في الجزائر، محذرا من محاولة ابتزاز البلاد عبر استهداف مقوماتها. اللائحة هذه لها أبعاد كبيرة جدا، وهي تستهدف سيادتنا وأصحابها ومن خلفهم ومن وراءهم يريدون ابتزاز هذا البلد الذي نحن فيه. يجب على الجزائريين في كل أنحاء الوطن أن ينتبهوا بأن هذه السموم يراد بها صناعة أزمات عرقية بيناتنا، صناعة أزمات تفريق وتشتيت بيننا. كما أدانت جبهة الجزائر الجديدة التهجمات غير المبررة التي يشنها برلمان الاتحاد الأوروبي ضد الجزائر، داعية الاتحاد الأوروبي إلى التزام حدوده واحترام الآخرين. عشية الاحتفال باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، أصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بيانا تقييميا يرصد مدى مواكبة الجزائر للجهود الدولية لحماية ذوي الاحتياجات الخاصة وتكريس حقوقهم المستحقة، من بينها المصادقة على الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري سنة 2009. وليد قدري والمزيد. إحياء اليوم العالمي لذوي الإعاقة هذه السنة يأتي وسط جائحة كورونا التي يرى المجلس الوطني لحقوق الإنسان أنها كانت أكثر وطأة على ذوي الاحتياجات الخاصة من الناحية النفسية المالية وحتى الرعاية الصحية، ولكن في المقابل تأتي في فترة تحتكم لدستور جديد لم يغفل حقوق المعاقين في المادة 72
كواجب من واجبات الدولة. وبالمناسبة، دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى مواكبة ما ينص عليه التعديل الدستوري بإعادة النظر في القانون 0209 المؤرخ في 8 ماي 2009 لفتح الباب أمام منح حقوق أوسع لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، ولعل أهمها الحق في المشاركة السياسية واختيار الوظيفة وفقا لحصة أوسع وتوفير الظروف الملائمة للإدماج المدرسي والرعاية الصحية ورفع التعويض ليواكب الأجر القاعدي، ما يعطي اعتبارا أكبر لفئة لا تحتاج للشفقة بل للثقة. ومرافقة وإدماج المعاقين في المجتمع خاصة المكفوفين منهم مسؤولية يسهر عليها مختصون في مختلف المجالات، هو حال تلميذة روزا وأكثر من 150 تلميذا آخر ممن يتلقون تعليمهم في مدرسة الأطفال المعاقين بصريا بالعاشور. بورتري من العبديش. شاءت الأقدار أن تفقد روزا بصرها، لكن حياتها لم تتوقف، فهنا في مدرسة المعاقين بصريا بالعاشور استعادت هذه الفتاة ثقتها بنفسها بفضل الدعم المعنوي والنفسي اللذين حظيت بهما. أنا كي تعلمت البراي جاني شوية واعر بيسك كنت موالفة ستيلو، معليش شوية شوية كنت نتعلم، ومام لي بروف كانوا يعاونوني ما خلونيش ولا زعما كما نعرفش ما شغل ساعدوني باش نعرفو. روزا واحدة من بين أكثر من 150 تلميذا معاقا يسهر على تأطيرهم أساتذة مكونون وأطباء نفسانيون وكذا مربون، هدفهم الرئيس مساعدة هؤلاء الأطفال في مسارهم الدراسي وإدماجهم في المجتمع. الطفل أو التلميذ كي يدخل عندنا لازم يكون عنده متابعة أو تكفل نفسي، خاصة طفل يكون يشوف يولي ما يشوفش، باش يتقبل الإعاقة تاعو لازم له تكفل نفسي به بالأولياء. عندنا تقريبا 74 مؤطر من بين المعلمين الأساتذة المربين المختصين والنفسانيين طبعا مختلف التخصصات. إنشاء مثل هذه المدارس المتخصصة يعد السبيل الأمثل لمساعدة وإدماج ذوي الاحتياجات الخاصة مهما كان نوع إعاقتهم. في إطار زيارته التفقدية والتفتيشية، قام العميد نور الدين قوسمية قائد الدرك الوطني أمس واليوم بزيارة عمل وتفتيش إلى وحدات القيادة الجهوية للدرك الوطني بالناحية العسكرية 6 بتمنراست. في مستهل الزيارة وبمقر قيادة الناحية العسكرية 6 استقبل العميد نور الدين قوسمية من قبل اللواء محمد عجرود قائد الناحية العسكرية 6 ليقوم بعدها بتفقد وتفتيش مقر القيادة الجهوية والمؤسسة الجهوية للعتاد للدرك الوطني وعدد من الوحدات والهياكل الجهوية للدرك الوطني التي تدخل في إطار برنامج رفع القدرات العملية للوحدات خاصة في مجال الأمن العمومي. كما كانت له عدة لقاءات توجيهية داخل لها جملة من التعليمات والتوصيات، حثا إطارات ومستخدمي الدرك الوطني على مضاعفة الجهود واتخاذ الإجراءات العملية الميدانية الكفيلة بتحضير وحدات قوام المعركة للدرك الوطني لتكون جاهزة دوما لمواجهة أي طارئ على طول الشريط الحدودي ومرافقة المواطنين وحماية وتأمين ممتلكاتهم، مع توفير موجبات الأمن والسكينة لأفراد شعب خصوصا في المناطق الحدودية والقرى والمداشر النائية. أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمن بن بوزيد أن الجزائر تقوم بمتابعة كل المستجدات المتعلقة باللقاحات في الدول التي توصلت إلى لقاحات وصفت بالناجعة، مضيفا أن الجزائر لن تقتني أي لقاح غير معتمد لدى منظمة الصحة العالمية وأن كل الجزائريين سيستفيدون من هذا اللقاح خاصة فئتي المسنين وأصحاب الأمراض المزمنة. احنا لما ندخل في صراع تاع الخبراء ولا مستحيل يكون فاكسان في 6 اشهر او 8 اشهر، مستحيل فاكسان 5 سنين 10 سنين، لا ماهوش اختراع الفاكسان، سيك ما بعد الفاكسان هاني خلقت اليوم الفاكسان ونمدوا المواطنين على شهر على شهرين على 6 تبان
جوانب نتاع 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 الفاكسان. لكن سيت اون سيتوياسيون دورجانس الفاكسان في بسرعه. كاين على الاقل 200 مخبر راهي تخدم في الفاكسان. قيل انه يمد في جانفي ولا لا لا؟ علاش جانفي؟ مازال ما صرحناش، مازال ما خديناش الاجراءات، ما كان حتى دوله في جانفي نشروا الفاكسان كاليفي مقبول من طرف المنظمه العالميه للصحه بري كاليفي باسكو هي اللي تضمن. نبداو بالناس اللي قراب بالمرض، هما رجال الصحه الاطقم الصحيه لا بروتيكسيون سيفيل، الناس اللي يخدموا المجتمع سادي اللي قراب بالخطر ونحتاجوهم هما يكونوا يدرك. لو كان جنودنا ما مش صحاح شكون يدافع علينا لو يكون حرب؟ اذا احنا قول كل الجزائريات والجزائريين حافظوا على صحتهم وكلهم يستفادوا من الفاكسان. لكن الدفعه الاولى 3% وبعد 20% الدفعه الاولى تروح للناس. انا نشوفوا النسبه نتاع المصابين كما نقولوا في القطاع الصحي وعدد الوفيات ولا هذا سي يونيفرسال باش الناس يفهموا ماهوش اختيار جزائري سي نورمال. مام في حاله وحالات تجور يقولوا انتم الاولين ومن بعد احنا ومن بعد هذو مي كل جزائريه وجزائريين استفادوا من الفاكسان. لي اكثر من 75 سنه لي مالاد كرونيك اللي عندهم اعراض مزمنه، لان الفيروس هذا لما يروح عند شخص ما يدير له والو اذا كان صحيح، لما راه عند شخص واحد اخر يضره اذا كان عنده مرض السكري، اذا عنده ضغط دموي، اذا عنده مشكل في الجهاز التنفسي، اذا فايت 75 سنه هذا شيء معقول. وفي تطورات الوضعية الوبائية بالبلاد تم تسجيل 932 إصابة جديدة بفيروس كورونا في حصيلة عرضها الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا الدكتور جمال فرار. مع تسجيل 932 حالة جديدة أصبح المعدل خلال 24 ساعة الأخيرة ب 2.1 لكل 100,000 نسمة، يعني من أن 11 ولاية لم تسجل أي حالة خلال 24 ساعة الماضية، 13 ولاية سجلت ما بين حالة إلى 9 حالات، و 24 ولاية سجلت 10 حالات فما فوق. فيما يخص الوفيات سجلنا خلال 24 ساعة الأخيرة 17 وفاة جديدة رحمهم الله. فيما يخص الحالات التي خضعت للاستشفاء خلال 24 ساعة الأخيرة عددهم 488 مريض. فيما يخص الحالات التي تمثلت للشفاء طبقا للمعايير المعتمدة إلى حد اليوم العدد وصل إلى 54,990 منهم 585 تمثلوا الشفاء خلال 24 ساعة الأخيرة. فيما يخص الاستشفاء حاليا على المستوى الوطني عبر المستشفيات 43 مريض في العناية المركزة. وللحد من انتشار فيروس كورونا وتكفل الأمثل بالمرضى سخرت ولاية ورقلة كل الإمكانات المادية والطبية على غرار جهاز سكانير الذي تدعمت به مصلحة كوفيد بمستشفى الولاية. تابعت التفاصيل مع فاطمة الزهرة بن عرفة. مع الانتشار المحسوس لوباء كورونا ببلادنا بات من الضروري أخذ المزيد من الحطة والحذر أكثر من وقت مضى، وتجنيد كافة الأطقم الطبية وتوفير الأجهزة الطبية اللازمة، مثلما هو الحال بمستشفى محمد بوضياف بورقلة والذي تعزز بثاني جهاز سكانير لمجابهة هذا الوباء. اليوم نفتتح لأول مرة مصلحة جديدة لسكانير اللي راح تزيد لسكانير المتواجد حاليا للتكفل بالمرضى بصفة جيدة. الأهم هو أننا نأخذ ونحسس المواطنين على الجانب الوقائي من أجل ارتداء الكمامات، من أجل التباعد الإجباري على مستوى المحلات، على مستوى الناقلين، وكذا على مستوى الإدارات العمومية والخاصة. ولأن الإحصائيات أخذت منحا تصاعديا للإصابة بفيروس كورونا، كل الإمكانات سخرت من وفرة في الأدوية ووسائل للوقاية للتكفل الأنجع بالمصابين وحفاظا على سلامة الطاقم الطبي بمصلحة الكوفيد 19 بمستشفى ورقلة. والوسيلة اللي تسمح لنا أن إن شاء الله نقضوا على هذا المرض هي الوقاية. الوقاية ماشي من عندي أنا يا كطبيب ولا من عند المؤسسة الاستشفائية، الوقاية من عند الناس. لازم الناس كامل تفهم باللي التدابير الوقائية الموصى بها من طرف المختصين راهي لصالح المواطن، راهي لصالح الصحة العمومية. ولأن الأكسجين مادة حيوية ويكثر عليها الطلب خاصة في الوضع الصحي الراهن، فهي متوفرة وبكميات كافية.
مادة الأكسجين نطمن أنها متوفرة، وهذا متوفرة على مستوى المؤسسة، لأن كما تشاهدوا هذا الخزان راه متواجد على مستوى المؤسسة وسعته 10,000 لتر. إذن 10,000 لتر يعني تكفي وكافية والحمد لله. هي مسؤولية نتقاسمها جميعا لمحاربة هذا الوباء الفتاك، تنفيذا لتعليمات القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي ومواصلة لمهامه الإنسانية الداعمة للرابطة جيش أمة. تتواصل حملة التلقيح ضد الإنفلونزا الموسمية والكشف عن فيروس كوفيد-19 لفائدة سكان المناطق النائية بولايتي البيض ونعمة. المتابعة لفتحية بالعليا. تنفيذا لتعليمات القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي وفي إطار تدعيم المنظومة الصحية الوطنية، تواصل الأطقم الطبية التابعة لمصالح الصحة العسكرية للناحية العسكرية الثانية حملة التلقيح ضد الإنفلونزا الموسمية والكشف عن فيروس كوفيد-19 باستعمال اختبارات الكشف السريع لفائدة سكان المناطق النائية بكل من ولايتي البيض والنعامة. رانا في رحمة ربنا، شكروا لدولتنا، شكروا للجيش تاعنا. هذه المبادرة من طرف الجيش الوطني الشعبي للتكفل الطبي والصحي بأهالي وسكان مناطق الظل، وتشمل أساسا تقديم الفحوصات والعلاجات الطبية، التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية، والكشف عن فيروس كورونا بالكشف السريع أي لو تيست رابيد. كما تم تسخير أطقم طبية مكونة من أطباء مختصين ومجهزة بكل الوسائل المادية، تكفلت بتقديم الفحوصات الطبية اللازمة لسكان المناطق المعزولة على غرار منطقتي واد جليد وواد المالح ببلدية البنود ومنطقتي بن علة والقرار ببلدية بريزينا بولاية البيض، وكذا على مستوى بلدية صفيصيفة والبيوض وبلدية مغرار وعسلة وبلدية القصدير بولاية النعامة. في سياق الجهود المتواصلة المبذولة في مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة بكل أشكالها، نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي خلال الفترة الممتدة من 25 نوفمبر إلى 4 ديسمبر عمليات عديدة أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة المستمرة والاستعداد الدائم لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني. زكريا مهوبي يفصل. في إطار مكافحة الإرهاب وخلال عملية بحث وتمشيط بمنطقة واد بوعيش قرب بلدية العنصر ولاية جيجل بالناحية العسكرية 5، قضت مفرزة للجيش الوطني الشعبي يوم 4 ديسمبر 2020 على 3 إرهابيين وضبطت 3 مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف و5 مخازن ذخيرة مملوءة وقنبلة يدوية وكميات معتبرة من الذخيرة وأغراض أخرى، في حين كشفت ودمرت مفارز أخرى للجيش الوطني الشعبي 16 مخبأ للجماعات الإرهابية وقنبلة تقليدية صنع وكمية من الذخيرة ومواد غذائية وأغطية وأغراض أخرى بكل من جيجل وسكيكتا وبرج بعريريج. وفي إطار مكافحة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي لظاهرة الاتجار بالمخدرات ببلادنا، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن 17 تاجر مخدرات وحجزت خلال عمليات متفرقة كميات ضخمة من الكيف المعالج تقدر ب7 قناطير و9 كيلوغرامات تم إدخالها عبر الحدود مع المغرب. في هذا الصدد ضبط حرس الحدود 513.25 كيلوغراما من الكيف المعالج بن عامة، في حين أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني ببشار تاجري مخدرات وحجزت كمية أخرى من الكيف المعالج تقدر ب156 كيلوغراما بالإضافة إلى 469,866 قرصا مهلوسا. وفي نفس السياق أوقفت مصالح الدرك الوطني وحراس الحدود 15 تاجر مخدرات وحجزت 39.75 كيلوغراما من الكيف المعالج و47,395 قرصا مهلوسا في عمليات متفرقة بكل من الجزائر العاصمة وباتنا وتلمسان وبرج بوعريريج وتبسة وصيف وغليزان وأم البواقي وطارف.
من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمن راست وعين قزام وبرج باجي مختار وإليزي وتندوف 58 شخصا، وحجزت مسدسا رشاشا من نوع كلاشينيكوف وكمية من الذخيرة، بالإضافة إلى 18 مركبة و248 مولدا كهربائيا و220 مطرقة ضغط وثلاثة أجهزة للكشف عن المعادن و328 كيسا من خليط خام الذهب والحجارة وأغراضا أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، إلى جانب طن و125 كيلوغراما من المواد الغذائية الموجهة للتهريب. بينما أوقفت مصالح الدرك الوطني 3 أشخاص وحجزت 9 بنادق صيد و160 قنطارا فاصل 27 من مادة التبغ و21,424 وحدة من الألعاب النارية و2,091 كاميرا مراقبة و129 هاتفا ذكيا و9,392 وحدة من مختلف المشروبات. وهذا خلال عمليات منفصلة نفذت بكل من غليزان والوادي وبسكرة وغردايا وباتنا وشلف وتبسة، كما تم إحباط محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تقدر ب 28,324 لترا بكل من أضرار وبرج باجي مختار وتبسة وسوق هراس وطارف. وفي سياق آخر، أحبط حراس السواحل ومصالح الدرك الوطني محاولات هجرة غير شرعية وإنقاذ 52 شخصا كانوا على متن قوارب مطاطية وتقليدية صنع بكل من عين تيموشنت وشلف وتلمسان، فيما تم توقيف 49 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وغردايا وغليزان وتبسة وطارف. استعدادا للدخول الجامعي الجديد، ترأس اليوم وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان اجتماعا تشاوريا مع ممثلي نقابات الأساتذة والباحثين والعمال والتنظيمات الطلابية. وبالمناسبة، أكد الوزير على المقاربة التشاركية والتشاورية في معالجة الإشكاليات المطروحة. تقول ملكة بن عويشة: نقاشات ثرية وبناءة ميزت اجتماع وزير التعليم العالي والبحث العلمي مع الشركاء الاجتماعيين من ممثلي نقابات الأساتذة العمال والتنظيمات الطلابية حول الاستعدادات للدخول الجامعي الجديد في ظل الوضع الوبائي. نحن نقدم تقييمنا من ناحية الإيجابية ومن ناحية السلبية. الملاحظات السلبية التي لاحظناها من خلال بعض الجامعات التراخي في التقييم في تطبيق البروتوكول الصحي، مما يؤدي سلبا وتأثيرا على صحة الطالب. هذه الملاحظة التي قدمنا بها ستأخذ بعين الاعتبار في البروتوكول الصحي القادم. هذا الاجتماع التقييمي سوف يثمن كل ما هو إيجابي ونستدرك من خلاله السلبيات التي تم ارتكابها سواء على مستوى الخدمات الجامعية أو البيداغوجيا. النقطة الأولى والتي نرى أنها أساسية وهي الجانب الصحي. بالنسبة للنقطة الثانية نمط التعليم عن بعد. نقطة أخرى وهي النقطة الثالثة تتمثل في ثقافة الحوار والتشاور والشراكة. الوزير عبد الباقي بن زيان أكد أن مؤسسات التعليم العالي شرعت في تنظيم النشاطات البيداغوجية وفق نمط التعليم عن بعد استعدادا للانتقال إلى نمط التعليم الحضوري، وهذا في إطار تطبيق البروتوكول الصحي. العمل اللي رانا نقوم به مع النقابات ومع ممثلين الأسرة الجامعية كانوا من أساتذة وباحثين وعمال وطلبة يدخل في إطار الديناميكية الجديدة، الديناميكية التشاركية، ما يسمى كذلك تشاورية. هذا ومن المزمع انطلاق السنة الجامعية الجديدة رسميا في 15 من الشهر الحالي. وفي إطار عصرنة خدمتها، أعادت وزارة التجارة تطبيقا رقميا هو الأول من نوعه على مستوى الوزارة، يضم قاعدة لحصر الممتلكات العقارية التابعة للهيئات التابعة لمصالح التجارة على المستوى الوطني وخارج الوطن. عندما انتهينا من هذا التطبيق
إن شاء الله نحن في آخر رتوشاته، ستستطيع الوزارة أن تسير ممتلكاتها عبر القط الوطني بمختلف السياق، بمختلف الأشكال، بمختلف المؤسسة التابعة لها، بطريقة عقلانية، بطريقة تجارية، وأيضا بطريقة تحفظ هذه الممتلكات من أي تعدي عليها. لذلك الآن انتهينا من هذا التطبيق المتعلق بالممتلكات العقارية. تم اليوم إمضاء اتفاقية مشتركة لمدة 5 سنوات بين الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل والوكالة الوطنية لتشغيل الشباب لانساج، وذلك قصد المشاركة في عمليات التهيئة والصيانة على مستوى أحياء عدل عبر التراب الوطنية. مشينا في المبدأ أنه لازم نطور الخدمات تاع لاجيستيون ايموبيليير في الأحياء السكنية تاع وكالة عدل. مشينا في الاتفاقية هذه يعني إمضاء لا كونفونسيون دابليكاسيون، يعني نحط نجسد الاتفاقية على أرض الواقع لإعطاء يعني نفس جديد في عملية تسيير الأحياء وكالة عدل. الاتفاقية هذه تمد فرصة ثمينة للشباب أصحاب المشاريع اللي راهم ينشطوا واللي ما عندهمش عباية، ما عندهمش ان بلان شارج. اليوم وكالة عدل الحمد لله يعني عطاتهم فرصة باش يقدروا يستفادوا من نوخ المشاريع في إطار 20% تاع قانون الصفقات العمومية. في إطار تنمية مناطق الظل بولاية تيارت مشاريع حيوية هامة على غرار ربط المناطق الريفية بدائرة الدحموني بشبكة الطرقات الوطنية والولائية وتوفير الإنارة العمومية بالطاقة الشمسية. صفيان مقنين والتفاصيل. 150 نقطة ضوئية تنير مدخل دائرة الدحمون بتيارت، مشروع يدخل في إطار ترشيد النفقات العمومية وينتظر التعميم على باقي دوائر الولاية. مستقبلا إن شاء الله غادي تكون مشاريع مماثلة للتقليل من استهلاك الطاقة الكهربائية بالشبكة الكلاسيكية مع سون الغاز والتي أنهكت كثيرا الجماعات المحلية. دائرة الدحمون تضم عديد التجمعات السكانية الريفية كسيدي رابح، كاف مزاب والشطية، والتي سيتم ربطها بطريق سيساهم في فك العزلة عنها. مسلك راه يعني سهل جدا، يعني راه يعني يسهل المواطنين، يعني المسافة يروحوا يقضوا صوالحهم، يعني يتمشوا الوطن يتمشوا يعني عادي الحمد لله. يعني احنا في شحال من عام ساكنين هنا وكانت الطريق هذه مقطوعة، واليوم الحمد لله راه بمدة تاع شهرين ولا 3 أشهر راه سقمت، راه الحمد لله شتا هي المباني كان خاصنا الحمد لله راه مجابوه حاجة برك، راه خاصنا غير الغاز. هذا الطريق اللي راه أنكور راه 40% فك العزلة على عدة مناطق في مناطق الظل، وأعطى عدة تسهيلات فيما يخص النقل المدرسي ومهمات الفلاحين اللي كانوا يعانوا مقبل. هذا الطريق اللي يمتد على مسافة 7.5 كيلومتر يتواصل ما بين الطريق الوطني 14 والطريق الولائي ألف. توفر الكهرباء والماء الشروب وقريبا الطريق المعبد سيساهم في توجيه اهتمام السكان بنشاطاتهم الفلاحية في انتظار وصول شبكة الغاز الطبيعي. حسب نشرية لأحوال الطقس، تشهد عدد من ولايات وسط وشرق الوطن تهطل أمطار رعدية مصحوبة برياح قوية، هذا وستتواصل إلى غاية يوم غد بحول الله. تتوقع مصالح الأرصاد الجوية تحسنا مؤقتا لهذه الوضعية الجوية يوم الجمعة، ولكن راح يكون عندنا موعد آخر للأمطار إن شاء الله والاضطراب الجوي إن شاء الله راح يكون أكثر نشاط. هذه المرة سوف يلتحق بالمناطق الغربية، وهذا ليلة الجمعة للسبت يلتحق بالمناطق الغربية ثم الوسطى ليصل المناطق الشرقية يوم السبت بإذن الله. إذا هذا الاضطراب الجوي إن شاء الله راح يكون مرفوق بتساقط أمطار، راح تكون على شكل زخات أحيانا حتى راعدة، مرفوق حتى بتساقط بعض الثلوج، وهذه المرة مستويات الثلوج راح تكون منخفضة نوعا ما على المرتفعات الغربية والوسطى وكذا الشرقية التي علوها يكون ما بين 1000 إلى 1100 متر، وهذا بإذن الله. ومع تساقط الأمطار سجل سد كدية أسردون بولاية البويرة سجل 1,700,000 متر مكعب، في حين قدرت نسبة امتلاء هذا السد ب 14% فقط، تقول نسيمة يعقوبي.
سد كودية أسردون بولاية البويرة ثاني أضخم سد وطنيا بطاقة استيعاب تقدر ب 640 مليون متر مكعب، اليوم نسبة امتلائه تقدر ب 14%، بعدما كانت العام الماضي 40%. هذا وتحصي مديرية الموارد المائية تسجيل 1,700,000 متر مكعب خلال الأمطار الأخيرة. الوضعية راهي متحكم فيها، والتوزيع يكون إن شاء الله المواطن ما يحس باللي كاين نقص، وكما قلت لك أنا مجندين دي ريسورس سوتيران باش نعوضوا أونكا صدير وين نلحقوا وين صدير ما كانش، يعني درنا السيناريو البلي دي فافورابل سي لابور زيرو، وهذا يعني يقدر يحكم لنا اوتونومي دو 3-4 موا. وامام انخفاض مستوى منسوب هذا السد مراجعه لنظام توزيع المياه على السكان. نقصنا حوالي 25% من الاستهلاك، كما تعلمون دروك الحمد لله رانا في قرابه فصل الشتاء، يعني الاستغلال لا كونسوماسيون نقص شويه، البلديات اللي يشربوا انسير دو ولا انسير دو ايبليس ولا ما نقصنا لهمش، ما ينقصش الكوتا تاعهم. بالنسبه للبلديات اللي يشربوا في اون كونتيني اش 24 ولا كوتيديا، من كاين بلديات وين يعني نبلعوا في الليل وين الاستهلاك يكون ضئيل جدا، هذا حفاظنا على المورد. فرابور للعوام اللي فاتوا نقص شويه الحال، انا راهي ناقصه ما الف هكذا في الشتاء ما يروحش ما ينقطعش كاع. الشتاء هذا ناقص على الشتاء اللي فات. ماشي بزاف صح، ناقص على الشتاء اللي فات. ترشيد استغلال المياه والحفاظ على هذا المورد بات أكثر من ضرورية مع شح الأمطار، أمطار نأمل أن تملأ السدود الأيام القادمة. انطلق اليوم ببشار على مستوى مركز البث الإذاعي والتلفزي البث بتقنية الرقمية الأرضي بدل النظام التماثلي، لتشمل العملية بذلك 19 ولاية، والمزيد مع جويد باب أحمد. هي خطوة أخرى تخطوها مؤسسة البث الإذاعي والتلفزي ببشار نحو الرقمنة وعصرنة قطاعها، بحيث تتواصل عملية تعميم البث بتقنية الرقم الأرضي TNT في مرحلتها الثانية، والتي يتوقف فيها نهائيا البث بتقنية التماثل الرقمي بالولاية. كنا نبث من 2010 ومؤسسة البث الإذاعي والتلفزي تبث بالتوازي مع الرقمي والتماثلي، وذلك تحضيرا لليوم الذي يتوقف فيه البث التماثلي. كما شفتوا معنا اليوم توقفنا نهائيا البث التماثلي الأرضي لولاية بشار، وسنواصل البث الرقمي الأرضي. يمكن للمواطنين والمشاهدين الأعزاء التقاط هذه الباقة عن طريق هوائيات مرتبطة بأجهزة تلفزة استقبال مجهزة بمستقبلات التلفزة الرقمية الأرضية، وذلك عبر كامل مناطق مدينة بشار. تقنية ستسمح للمشاهد بأريحية التنقل بين كافة القنوات الإذاعية والتلفزيونية الوطنية بعدما كانت تقتصر فقط على قناة الأرضية، تقنية تعد بالكثير في مجال اقتصاد الطاقة وجودة البث. 1.5 تغطي نفس المساحة، هذا اقتصاد في أين نضع المحطة، واقتصاد في الطاقة، وكذلك في الصيانة طبعا. وللاطلاع أكثر على حيثية هذه التقنية وكيفية الاستفادة منها، ما على المشاهد إلا زيارة موقع www.tda.tz. أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا التزامها بالموعد المحدد لإجراء انتخابات عامة في البلاد التي توافقت عليها الأطراف الليبية في ديسمبر من عام المقبل، وتخصيص ميزانية مالية لتغطية تكاليف تنفيذ عمليتي الانتخاب الرئاسي والبرلمانية المقررة العام القادم. هذا وعقد أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي جلستين عبر الإنترنت لمناقشة الاقتراحات المقدمة من كل الأطراف بشأن آلية اختيار السلطة التنفيذية. عودة إلى أخبار الوطن، وفي الرياضة العسكرية اختتمت اليوم بالمدرسة الوطنية للصحة العسكرية فعاليات البطولة الوطنية العسكرية ما بين المدارس لكرة السلة، وذلك بتتويج فريق المدرسة العسكرية المتعددة التقنيات ببرج البحر باللقب. مجريات المنافسة مع بلال بناري.
الروح الرياضية العالية التي ميزت البطولة الوطنية العسكرية لكرة السلة بين المدارس لم تنقص من قوة المنافسة بين الفرق المشاركة، إلى غاية المشهد الختامي الذي نشطه فريقا المدرسة العليا البحرية بتمن فوست والمدرسة العسكرية المتعددة التقنيات ببرج البحري. هاتي الأخيرة فرضت منطقها في النهائي وسيطرت على مجمل أطواره بفوز عريض بلغ 91 نقطة مقابل 54، وهو ما توجها باللقب. خلقونا صعوبات كبيرة خلال المقابلة، ولكن الحمد لله بفضل التحضيرات الجيدة اللي قمنا بها على مستوى المدرسة قمنا بالفوز بالمباراة. طموحنا أن نسعى إلى تحقيق مرتبة أفضل العام القادم إن شاء الله، وهي المرتبة الأولى. البطولة كانت فرصة سانحة للعيش وسط جو رياضي مفعم بروح التعاون والتآلف والتآخي، وخاصة التنافس الشريف. حق علي قبل ختام هذه الكلمة باسمكم جميعا أن أشيد بالعناية الفائقة والرعاية المتواصلة التي أولتها ولازال توليها القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي لمثل هذه المنافسات، والتي تهدف من خلالها إلى دعم وتعزيز الحركة الرياضية. المنطق احترم في البطولة التي ابتسمت للفريق الأكثر جاهزية، وهو ما يمنح الفرصة لعناصره رفقة العناصر اللامعة من الفرق الأخرى، يمنحها فرصة التواجد مع المنتخب الوطني العسكري مستقبلاً. أعلن الأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية سي الهاشمي عصاد احتضان ولاية بتنا من الفترة الممتدة من 9 إلى 18 جانفي المقبل الاحتفالات الوطنية والرسمية بالسنة الأمازيغية الجديدة، التي ستتوج بتوزيع الجوائز على الفائزين بجائزة رئيس الجمهورية للغة والأدب الأمازيغي. توسيع التشاور مع السلطات المحلية للتحذير الجيد لتظاهرات عيد يناير رأس السنة الأمازيغية أمن زوني يناير، واختيار المحافظة السامية الأمازيغية لولاية باتنا من منطقة منعة وبوزينة على مدار 3 أيام من يوم 9 يناير 2021، والاختتام تاع الاحتفال يكون يوم 12 جانفي 2021 في الجزائر العاصمة بتسليم جائزة رئيس الجمهورية للأدب واللغة الأمازيغية. في الفن الرابع يسعى المسرح الخاص النملة بوهران، الذي يعد أول مشروع استثماري ذو أبعاد حضارية وتجارية، يسعى إلى جعل الهيكل نقطة التقاء المبدعين والفنانين. المزيد مع مختار مذكور. مسرح النملة بوهران انطلاقة مسار جديد للاستثمار الثقافي بأبعاد حضارية لصاحبه، الذي يحاول إضفاء إشعاع أوسع ليس فقط لهوة الفن الرابع بل يتعداه ليشمل أهل الفن والإبداع. استقبلوا الشبان والناس اللي يحبوا الفن تاع المسرح وتاع الأغاني الجزائرية والأجنبية، وكل شيء راه واجد باش نستقبلهم ان شاء الله في وقت قريب. تحفة هندسية تعد إضافة نوعية لمجموع الهياكل الثقافية بوهران ونقطة التقاء المبدعين. الفضاء اللي خلقناه حاولنا يكون فضاء معاصر في مجال الثقافة وفي مقاييس عالمية، من ناحية العزل الصوتي، من ناحية الأضواء. استغرقت لنا الإنجاز 4 أشهر ومع مؤسسات 100% جزائرية. راح يكون هنالك مسرح، سينما، لقاءات أدبية، ورشات تكوينية بالنسبة للمسرح للأطفال والشباب. أول تجربة لمسرح خاص، سيكون الفضاء مفتوح لكل هواة الثقافة. الفكرة هي باغي نفتحوا البيبان للشبان. المثال هذا يكون في مستغاليم، ويكون في تيارت، ويكون في مسيلة، ويكون في باسكو. علاش هذا مش حاجة اللي تكون صعيبة على المستثمرين باش يستثمروا في مشاريع كيما هذه، باش يعاونوا الشبيبة باش تقدر تورينا واش تعرف. أبعاد مسرح النملة يتجاوز ما هو ثقافي ليمتد إلى البعد السياحي،
ما يشكل انتقالا هاما لصناعة الثقافة بالجزائر. بحثا عن المغامرة واكتشاف منطقة تصل نجر، وصل فريق من سائقي السيارات الكلاسيكية القديمة إلى ولاية إليزي في طريقهم إلى جانت السياحية، حيث استمتعوا بما تسخر به تصل من مناظر سياحية خلابة. نتابع الجولة مع إبراهيم بالخير. بات أمرا مألوفا أن تشاهده سيارات الدفع الرباعي وهي تقل السياح لاكتشاف جمال التصل نجر، لكن أن تصادفك سيارات كلاسيكية فتلك هي المغامرة في تحدي رفعه شباب وهران لقطع أزيد من 2400 كيلومترا من وهران وصولا إلى مدينة جانت. جينا بالسيارات القديمة من وهران، تحدي جديد درناه، وان شاء الله دو ترافونتور ان شاء الله، وان شاء الله نولوا بخير. عجبني التوقيت، خاصه التوقيت شهر نوفمبر ديسمبر، جانا تكون شابه، قالوا لنا جانا تكون شابه منا. جيت انا والزوجه تاعي واطفال، عندي بنت فيها عندها 3 شهور جبتها معايا، وهذا في اطار توجور السياحه الداخليه. حنا كاع رانا جروب الحمد لله، رانا لحقنا الاليزي الحمد لله غير بشويه بشويه، باش نشجعوا السياحه تاع بلادنا على جال هذه الجائحه اللي رانا فيها تاع كورونا. ان شاء الله نشجعوا كاع الاخر السياحه الداخليه، وشجعوا كاع المواطنين باش يديكوفروا بلادهم. ما تحمله هذه السياره من سحر وجمال اتاح الفرصه للشباب لالتقاط صور مع سيارات كلاسيكيه تزين الطريق بالوانها وتصاميمها المختلفه. نحترموا مواقيت الحجر الصحي، نمشيو حتى 7:30 8 اقل، وين ما نكونوا الحمد لله، زعما كما يقول لك بلادنا راهي امنه وما شاء الله، وين ما تقاري تبات بدون خطر بدون اي ريسك، زعما الحمد لله. جميل جدا، لمالا لانه سيارات قادمه جدا ولاول مره نشهدها بولايتنا، وهذلك تشجيعا لنوع جديد من السياحه الرياضيه ان صح التعبير، والتي تدخل في السياحه المغامراتيه. ومرحبا بالجميع لانه إليزي تستقبلهم وكل المناطق السياحيه بها مفتوحه. مواقع أثرية ومناظر طبيعية تشكل أمامنا لوحة فنية تترجم تاريخا عريقا لمنطقة التصل نجر، تدعو السائحة لزيارته واكتشافه عن قرب. إلى التذكير بأبرز ما أورثنا في هذه النشرة من أنباء. اجتماع الحكومة برئاسة الوزير الأول عبد العزيز جراد يدرس 7 مشاريع مراسيم تنفيذية تخص قطاعات المالية، البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، الاتصال والمؤسسات المصغرة. الفريق سعيد شنقريحة يجدد حرص وعزم قوات الجيش الوطني الشعبي على مواصلة مكافحة الإرهاب حتى القضاء عليه، حفاظا على الأمن والاستقرار عبر ربوع الوطن. وزير الشؤون الخارجية يدعو الاتحاد الإفريقي إلى تحمل مسؤوليته أمام التطورات الخطيرة التي يعرفها الوضع في الصحراء الغربية ومحاولة فرض سياسة الأمر الواقع على أراضي عضو مؤسس للاتحاد. عشية الاحتفال باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، المجلس الوطني لحقوق الإنسان يقف عند مواكبة الجزائر للجهود الدولية لحماية هذه الفئة وترقية دورها في المجتمع. وتابعتم وزير الصحة يؤكد أن الجزائر تقوم بمتابعة كل المستجدات المتعلقة باللقاحات، ويطمئن بأن كل الجزائريين سيستفيدون من هذا اللقاح، خاصة فئة المسنين وأصحاب الأمراض المزمنة. نشرتنا تمت، شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء. شكرا لكم مشاهدينا، السلام عليكم.